ماركس طبعا في المادية الجدلية، المادية التاريخية، بتابع التاريخ بذكاء، ذكاء شديد وتسلسله وتفاعله، وعنده أن التاريخ صور حية في الصراع، لكن بدأ يمشي بالصورة السلفية ليسحبها على المستقبل. في الصورة السلفية الفرد فعلا بدي به كأنه هو وسيلة المجتمع، وأن المجتمع أهم منه. والإنسان الدقيق في الملاحظة يرى أن في الوقت اللي الفرد يقتلوه يضحوا به في مذابح الآلهة ليرضى الآلهة، لأن تسقط على القبيلة وتنتقم من القبيلة في نوع من السخط والغضب، الضحايا دي البشرية برضو كان مراعين فيها مصلحة الفرد بصورة غير شعورية. بس كل ما هناك أن الفرد كان محتاج لعنف عنيف عشان ما يكون دراك، لأنه كان كثيف، كان غبي، كان بليد. فالعنف ده هو الصهر وطلع منه إدراكاته وتخيلاته. وإذن في بداية الأمر عندما كان الفرد كأن ما هو وسيلة للمجتمع، ما كان وسيلة للمجتمع، لكن كان المجتمع هو الأداة اللي بتربي الفرد وتعلمه وتطوعه وتهذبه، وكان بيحتاج للعنف ده لأنه كان شكل وكان متوحش وكان غليظ وعايز تأديب عنيف. فإذن العنف في وقت ذاك كان المقصود منه الفرد ليتربى والمجتمع ليتماسك في نفس الوقت. بعدين كل الصورة ما مشت لقدام التكاليف على الفرد تقل والمجتمع يتراجع ليكون في مقام الوسيلة، والفرد يبرز ليكون في مقام الغاية. الاستقراء التاريخي للصورة دي ورط المفكرين الاجتماعيين ومنهم ماركس في الخطأ في أن الفرد ما مهم، الجماعة هي المهمة. ولكن الناس المفكرين الدينيين يجدوا الفرصة في أن يصححوا الوضع ده، لأنهم عندهم مدار التكليف عند الله الفرد مش الجماعة. الله ما بلاقوه الجماعة، بلاقوه الأفراد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الملاقاة لما كانت علم ومعرفة بلحظ فردي، وأصبح واضح أنه مجال نظر الله للجماعة هو الفرد، الفرد هو المهم، لكن المجتمع أهميته كبيرة في مقام الوسيلة المفضية للغاية طوالي. الوسيلة اللي هي طرف من الغاية للجماعة، الفرد غاية، الجماعة الوسيلة الواصلة والقريبة التوصيل. فلذلك التبست على الناس، التبست على المفكرين بأن هي الوسائل لما تبقى مع الغايات لأنها هي طرف منها كأنها عنصر واحد بيكون اللبس فيها. وأصعب الأمور على المفكرين التمييز بين الوسيلة والغاية، خصوصا لما تكون الوسيلة طرف من الغايه.